بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا الفيديو راح نشرح عن آخر نوع من أنواع الكونتينر أدابتر. راح نشرح عن Priority Queue. Priority Queue هي عبارة عن Special Kind من الكيو، لكن بأولويات محددة. هاي الأولويات يا ما بتكون بناء على الرقم الأكبر يا ما بناء على الرقم الأصغر. يعني العناصر اللي راح تتخزن في Priority Queue راح تكون مرتبة Ascending أو Descending. نرجع للكيو كيف كانت تشتغل. انت في الكيو لما كنت بدك تجيب المينيمم أو الماكسيمم على سبيل المثال، فانت بدك تروح تعمل سيرش عليهم، كان السيرش ياخذ لينير تايم. اجت البريوريتي كيو حكت لك انه طالما العناصر بتكون مرتبه انت راح تجيب انت المينيمم والماكسيمم بكونستانت تايم. كل ما عليك انك تطبع العنصر الاول او العنصر الاخير، واحد منهم راح يكون المينيمم وواحد منهم راح يكون الماكسيمم. بالمحصله شو الفائده من البريوريتي كيو؟ الفائده منها انه العناصر بتكون انت باي ديفولت سورتد، سواء كان اسيندينج اوردر او ديسيندينج اوردر، وعمليه البحث فيها عن المينيمم والماكسيمم بتكون بكونستانت تايم. خلينا نضيف مجموعه عناصر على البريوريتي كيو ونشوف كيف بتتم عملية تخزين العناصر. خلينا نضيف العنصر 50، وزي ما حكينا البريوريتي كيو بتندرج تحت الكيو، يعني عملية الإضافة راح تكون من جهة الباك. ضفنا العنصر 50، والإشي اللي بيساعدك على الإضافة بالبريوريتي كيو اللي هو التوب، يعني التوب راح يكون واقف عند 50. خلينا نيجي نضيف 60، 60 وين راح تيجي؟ 60 راح تيجي بعد 50، والتوب راح يوقف عند 60. طيب خلينا نضيف 40، الـ40 وين راح تيجي؟ هل بعد الـ60 ولا بين الـ50 ولا قبلهم؟ هون احنا حكينا ماشيين على اولويات. ايش يعني اولويات؟ باي ديفولت الاولويه بتكون عندي لاكبر رقم مخزن داخل البريوريتي كيو واللي هو الـ60. يعني التوب راح يضل واقف عند الـ60 وما راح يتحرك من عند الـ60 الا اذا اجى عنصر اكبر من الـ60. معناته الـ40 راح تتخزن في هذا الشكل. طيب على فرض راح عملنا حذف، انو العنصر اللي راح يتم حذفه من هاي البريوريتي كيو؟ راح يتم حذف العنصر اللي واقف عليه التوب اللي إله أعلى بريوريتي واللي هو الـ60. الـ60 راح تنمسح عندي من هذا البريوريتي كيو. طيب التوب بهاي الحالة وين راح يصير واقف؟ راح يصير واقف عند أكبر قيمة موجودة بالبريوريتي كيو، راح يكون موجود عند الـ50. ولو أديت أنت بدك تطبع العناصر راح يروح يطبع لك الـ50 بعدها الـ40، وإذا في عناصر أقل منها راح يتم طبعتهم بعد العنصرين هذول. وهاي طريقة مبدأ عمل البريوريتي كيو. شو الفانكشن الموجودة داخل البريوريتي كيو؟ بالنسبة للإضافة عندي function push والemplace، ولاحظ راح تلاقي نفس الفانكشن كنا نتعامل معها بالكيو هي نفسها اللي راح نتعامل معها بالبريوريتي كيو، لكن بدون function الفرونت والباك اللي حل مكانهم function التوب اللي بيساعدني بعملية الحذف والإضافة. وبالنسبة للحذف راح يكون في عندي function pop، وبضل عندي function empty وswap وسايز، والسايز اللي هو بيعرف لي كم element موجود في هذا البريوريتي كيو. وأكيد راح يكون في عندي function التوب بيحدد لي وين الإلمنت اللي له على priority. خلينا نشوف البريوريتي كيو كيف بتشتغل، خلينا ناخذ عليها بعض الاكزامبل. خلينا نشوف، نروح نقول له هاش انكلود كيو. ليش كيو مش بريوريتي كيو؟ لانه اتفقنا انه البريوريتي كيو هي سبيشال كايند من الكيو، بتندرج تحت الكيو. خلينا نقول له بريوريتي كيو، خلينا نقول انها بتستقبل انتجر وبدنا نسميها بي كيو. خلينا نضيف مجموعه من العناصر، نقول له بي كيو دوت بوش 50 60 70 40. لو اجيت سألتك مين التوب من هدول العناصر، اكيد راح تحكي لي هو اكثر عنصر ماخذ عندي priorities، وباي ديفولت بالبريوريتي كيو راح ياخذ كاولوية اعلى element موجود واللي هو 70. يعني لو قلنا سي اوت pq دوت توب وعملنا run راح طبع 70 كونها ماخذ عندي اعلى priority. لو رحت عملت pq دوت pop وبعد هيك طبعا التوب، بنظرك مين هو التوب حيكون بعد مسح الـ70؟ اكيد راح يكون العنصر اللي اقل منه بشوي اللي هو 60. نعمل ران، بالفعل كان 60. كيف ممكن انا اطبع عناصر البريوريتي كيو؟ خلينا نشيل البوب اللي انا كنت عاملها ونقول له جملة while طالما البي كيو دوت سايز نوت ايكوال 0. هذا الكلام معناته طالما البريوريتي كيو السايز تبعها ما وصل 0 يعني ما فضيت، روح اعمل لي سي اوت لبي كيو دوت توب. واكيد تجنبا للانفينيت لوب لازم اروح اعمل له بي كيو دوت بوب. نعطيه تنسيق ونعمل ران. لاحظ طبع العناصر 70 و60 و50 و40. ممكن طريقه ثانيه اقول له while بي كيو دوت امبتي
واعطيها not. ايش معناته هذا الكلام؟ طالما الـ priority queue مش فاضية خلي الـ while loop شغالة، نعمل run من جديد. راح نفس الشيء طبعا للعناصر، واكيد انت ضفت عن طريق function الـ push او ضفت عن طريق function الـ emplace راح يؤدوا عندك نفس النتيجة. وزي ما شفنا في الـ queue كانت معتمدة على الـ two sequence container، by default كانت the queue او ممكن تكون list، لكن بقول لك بالبريوريتي كيو باي ديفولت تكون ماخوذه من السيكونس كونتينر فيكتور، وراح نقول له هاش انكلود فيكتور. واكيد البعض بيسال ليش انا اروح اباصل الفيكتور للبريوريتي كيو؟ اي نعم هي باي ديفولت بتقبل الفيكتور، لكن في خصائص راح نشوفها ما بيدعمها البريوريتي كيو الا اذا كان مساند له سيكونس كونتينر. طيب البريوريتي كيو على هيئه فيكتور يا اما بتكون على هيئه دي كيو. نروح نعمل ران، ما تغير اشي على العناصر. طيب على سبيل المثال انت كنت بدك تغير الأولوية، كيف؟ ما بدك التوب يكون دائما عند اكبر element، لا بدك التوب يكون عند اصغر element، يعني البريوريتي تكون بناء على الاليمنت الصغير. كيف ممكن نعمل الشغلة بالمنظر هذا؟ ان نروح نباص باراميتر ثالث اسمه greater ونعطيه integer، وفي هاي الحالة لو رحنا عملنا run راح نلاقي العناصر صارت مرتبة بناء على ترتيب ascending order. لو جربنا نشيل الفيكتور ونعمل run راح روح يعطيني ايرور، معناته في هاي الحالة ظهرت عندي الفائدة ان انا اروح اعطيه اصله من فيكتور او دي كيو. باي ديفولت بيكون المعامل على priority queue less. less بالنسبة للكمبير اللي هو باي ديفولت بيكون موجود. نعمل run ولاحظ طبعا عندي العنصر الاكبر بناء على الكمبير less، اما اذا رحت بعت الجريتر راح روح يطبعهم من الصغير للكبير. واكيد حاليا انت بتسال كيف ممكن اعمل مقارنتي الخاصه. قبل شوي اخذنا كيف نعمل المقارنه باستخدام اوبريتر الليس واوبريتر الجريتر، لكن انا لاي سبب من الاسباب ممكن اني بدي ابوش الاليمنت بناء على بريوريتي لشرط معين، كيف انا ممكن ابني المقارنه اللي بتخصني؟ على سبيل المثال هون كنا نحط جريتر او ليس، انا بدي ابني المقارنه الخاصه فيه، مثلا بنسميها كوم اختصارا لكومبير. كيف ممكن انشئها؟ لو تذكر في درس الماب كنا ننشئ المقارنة الخاصة فينا عن طريق انه نعرف struct، وهذا الstruct نسميه com على سبيل المثال، ومن داخله اعرف function operator، اني اقول مثلا boolean او اقول integer نفس الشيء، اقول operator واخليه يستقبل two parameter، خلينا نسميهم left والبارامتر الثاني right، ونعمل المقارنة الخاصة فينا. مثلا اقول له return left اقل من right semicolon. خلينا نروح نضيف مجموعة من العناصر، خلينا نضيفها هاي المرة باستخدام for each، خلينا نقول integer n، وداخل هذا number بدي اروح ابوش مجموعة من الارقام integer، اقول له مثلا 50 170، هاي مجموعة العناصر بدي اعمل لها push، اقول bq.push وابعث له ال n، وبهاي الطريقة نعمل push لجميع هاي العناصر داخل ال priority queue. خلينا نعمل run نشوف شو ال output. راح طبعا العناصر من الكبير للصغير. طب شو رايك نغير الريليشن اوبريتور من اصغر من اكبر من ونعمل run. لاحظ طبعا اياهم بديفرنت اوردر من الصغير للكبير. طيب انا بدي ابني كاستم كومبير، مثلا بدي اقول له شغله مغايره للاكبر من والاصغر من. بالمناسبه الليفت والرايت اللي انا عرفتهم بيمثلوا اي تو نمبر موجودات داخل البريوريتي كيو، يعني انا اكيد بس يكون في عندي مجموعه من الارقام راح اروح اعمل مقارنه بيناتهم، فالليفت والرايت بيمثلوا اول تو نمبر للكومبير والتو نمبر اللي بعدهم للكومبير. طيب خلينا نبني هاي المقارنه، مثلا اقول له طالما هو الليفت اصغر من الرايت وفي هاي الحاله راح روح يطبع لي الرقم الكبير لا الرقم الصغير. طيب خلينا نضيف شغل زيادة أحكي له طالما الليفت كان أكبر من أو يساوي 50 وبنفس الوقت الرايت أكبر من أو يساوي 50. لاحظ بهاي الحالة إيش اللي راح يصير عندي بالضبط؟ راح يعطي أولوية لجميع الأرقام اللي هي أكبر أو تساوي 50، والأرقام اللي أقل من 50 راح يعطيها أقل أولوية. لاحظ الأرقام اللي عندك نعمل لها بوش في هذا الشكل، يعني راح يمسك 50 ويشوف هل 50 لها أولوية. كيف بعرف؟ برجع على function الأوبريتر بسأل هل 50 أكبر من أو يساوي 50؟ آه والله هذا حكي صحيح، معناته راح أعطيها أولوية. بسأل هل 100 أكبر من أو يساوي 50؟ أعطيها أولوية 70 80، بعدها بمسك ال 20 وبشوف هل تحقق الشرط عليها؟ لا ما تحقق، معناته ما راح يعطيها اولويه. وخلينا على اساس الفكره توصل اكثر واكثر نروح نبش 10 ونبش مثلا كمان 5 ونعطيه 21 على سبيل المثال ونعمل رن.
لاحظ، خلينا نشوف شو اللي صار بالضبط. راح مسك الخمسين، هل اتطبقت عليها القاعدة؟ بالفعل اتطبق عليها القاعدة، هي والسبعين تمانين ومية. ولاحظ باقي الأرقام ما ضبط عليهم الشرط، عشان هيك أعطاهم أولوية أصغر. ولو تيجي فعليا كيف مشى، مسك نمبر نمبر وبلش يشغلهم على الفانكشن الكومبير اللي أنا عملته. مسك الواحد وعشرين، هل اتطبق عليها الشرط؟ لا ما اتطبق، مش أكبر من أو يساوي خمسين، معناته أجلها كمان شوي. الخمسة برضو نفس الشيء، العشرة نفس الشيء. مسك الخمسين، هل الخمسين اتطبق عليها الشرط أو لا اتطبق عليها الشرط؟ هي أكبر من أو يساوي الخمسين، معناته أعطي لي إياها أولوية. بعدها مسك المية، هل المية أكبر من أو يساوي خمسين؟ أو والله بالفعل أكبر من أو يساوي خمسين، معناته أعطيها أولوية. لكن أنت بتسأل ليش المية ما أجت بعد الخمسين مباشرة؟ لا تنسى أنه نعامل أوبريتر أقل من اللي هو كان يعطيني أولوية من الصغير للكبير. وبهيك تمت عملية المقارنة، وأنت ممكن تنشئ أي مقارنة بحيث تنفع مصلحتك الخاصة. وللي بيسأل ليش العناصر ما ترتبت من الخمسة للخمسة، بقول لك بكل بساطة لأنه أصلا الشرط ما انطبق عليها، فما راح تم عليها عملية الترتيب زي العناصر اللي انطبق عليها هذا الشرط. البروبرتيز الخاصة بالبريوريتي كيو بالإضافة والحذف تأخذ لوغاريتميك تايم، أما بالنسبة لإيجاد المينيمم أو الماكسيمم تأخذ كونستانت تايم. الله يعطيكم ألف عافية، نشوفكم بآخر فيديو لهذه الدورة، والسلام عليكم.